البداية كانت الرحمة، والرحمة من الله سبحانه وتعالى لكل البشرية. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ونحن في الحياة مطالبين بأن نتراحم، أن نتعاطف، أن يحب بعضنا بعض. الرحمة خلق عظيم في حياة الناس، وأيضا هو من سمات التسامح في مجتمع التسامح وفي وطن التسامح وفي إمارات التسامح. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم للتسامح وطن. في هذه الحلقة مشاهدينا في كل مكان بنتكلم عن قيم التسامح في رمضان. أخلاقيات الناس في رمضان بتتغير وسلوكيات الناس في رمضان بتتغير. يا ترى التسامح في رمضان أخبره إيه بين الناس؟ وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا في رمضان نرتقي بخلق التسامح، خاصة إذا سبنا أحد أو شتمنا أحد أو خاصمنا أحد في رمضان. هنتعلم معاكم النهاردة إزاي نتسامح في شهر رمضان، خاصة مقابل الأخلاقيات السيئة. سؤال حلقة اليوم سؤال سهل جدا مشاهدينا في كل مكان، وبنتكلم من الذي أنزل الله في حقه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هنعرف معكم إجابة السؤال من خلال اتصالاتكم مشاهدينا في كل مكان، ويسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور حسن العشري أستاذ الثقافة الإسلامية. أهلا ومرحبا دكتور حسن. السلام عليكم دكتور حسن، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أستاذ وائل وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة دكتور، حياكم الله. دكتور بنتكلم اليوم مع حضرتك عن سلوكيات التسامح في رمضان. الناس في رمضان سلوكياتها بتتغير، شوية بيكونوا عصبيين، شوية لا يتحملوا من الآخرين أي خطأ. كيف يضبط الإنسان سلوكه وفق التسامح اللي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد كل عام وانت بخير أستاذ وائل والسادة المشاهدين والمشاهدات. مما لا يخفى علينا أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض من أجل أن يهذب أخلاقنا، فنجد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. ونجد أن الزكاة فيها طهارة وفيها نماء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. جميل. ونجد أن الحج أيضا يهذب الأخلاق، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رائع. ويأتي على رأس ذلك الصيام، تلكم العبادة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم قوم أحدكم فلا يضر ولا يفسق ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. أنا الآن امرئ ممتلئ عن الطعام والشراب وسائر الشهوات، أنا الآن امرئ أعبد الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات، لأني حينما أكون صائما فكل لحظة تمر علي تكون بالنسبة لي عبادة. جميل. لذلك أخلاق المسلم الآن هي عبارة عن أخلاق ملائكية، يعني هو بشر ولكن إذا كان صائما فإن أخلاقه تكون أخلاق ملائكية. جميل هذا التعبير يا دكتور. عليه أن يبتعد عن أي سباب أو شتم أو لعن أو طعن أو حتى مجرد الجدال مع الناس، هذا هو الغرض الحقيقي من الصيام. لذلك الإنسان اللي بيصوم لكن لسانه لم يصم، لكن عينه لم تصم، يده لم تصم، رجله لم تصم، ليعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى أن يضع طعامه وشرابه، لأنه مجرد إنسان جوع نفسه فقط، عطش نفسه فقط. هذا ما أدى الغاية اللي من أجلها ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام، ألا وهي تهذيب الأخلاق. جميل دكتور، التسامح من خلال هذه القيم والمعاني اللي حضرتك شرحتها بتتسامى مع الإنسان، لكن الإنسان إذا كانت طبيعته أيضا طبيعة عصبية وطبيعة حادة، كيف يتدرب على هذا السلوك القيم وهو سلوك التسامح وأن يقول إني امرئ صائم؟ شوف يا أستاذ وائل، فكرة إن طبيعتي عصبية أو أنا حاد المزاج دي مقولة، ويعني بتعتبر مدخل من مداخل الشيطان، لأن الإنسان لما بيبدأ يحدث نفسه بإنه عصبي أو إنه مثلاً متسرع أو إنه سريع الغضب والانفعال، خلاص هو سلوك بيستقر في ذهن الإنسان وبيكون عبارة عن شيء بيعتاد عليه. إنما لما الإنسان يحاول فعلاً يعلم نفسه الأخلاق الحقيقية هتتغير.
نعم. خلينا يعني نقولها بالعاميه. جميل جميل، اتفق معك تماما. لو كل انسان سلوكه ما بيتغيرش واخلاقه ما بتتغيرش، ايه الفايده ان ربنا يبعث الينا رسل او يرسل الينا انبياء او ينزل علينا كتب؟ ايه الفايده؟ مفيش فايده. ليه بنفتح مدارس وليه بنفتح جامعات؟ ما خلاص هي للتربيه في المقام الاول. نعم طبعا، لو المساله مساله عاده او مساله اخلاق مولوده مع الانسان ما بتتغيرش، ما فيش فايده من كل اللي احنا بنعمله من التربيه من التعليم. انما لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الانسان بيتغير، وان الانسان اذا كان عنده عزيمه وعنده اصرار بيستطيع انه يغير اي شيء. لذلك النبي علمنا ايه؟ صلى الله عليه وسلم، انما العلم بالتعلم. نعم. وانما الحلم بالتحلم، وانما الصبر بالتصبر. لو عايز تكون صبور فعلا، تعود انك تكون صبور، لا تستعجل. لو عايز تكون حليم فعلا، هتتعلم ازاي تكون حليم. الاخلاق دي اخلاق يستطيع الانسان ان هو يكتسبها، ولما الانسان بيكتسبها ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه بها اجرين. اجر ان هو اجتهد وحاول ان هو يتوصل الى هذه الاخلاق ويكتسبها. نعم. والاجر الثاني حينما يتخلق بهذه الاخلاق. المهم والفايده استاذ وائل من الصيام انها بتربي فعلا وبتهذب النفوس. الصيام جاي عشان يعلمنا فعلا الحلم. جميل. يعلمنا التسامح، عشان يعلمنا التواضع. ايضا يا دكتور، مش جاي عشان ننفعل على بعض، ولما نعم. تكلمني اقول لك معلش ابعد عني، اصل انا راجل بشرب قهوه وانا بعيد الان عن القهوه، انا راجل مدخن وبعيد الان عن التدخين، فتلاقي الانسان اعصابه. لا لا لا، انت بذلك لم تحقق الغايه الحقيقيه من الصيام. نعم. الصيام جاي عشان يخليك انسان هادي. الصيام جاي عشان يخليك فعلا انسان ملاك، تتخلق باخلاق ملاك على هيئه بشر. رائع. هناك حالتان دكتور نريد أن نتكلم عنهم. الأولى، من يتخيل أنه ربما يأخذ شهر رمضان إجازة من العمل كي لا يتعرض لأي مشاكل في العمل أو يتعرض لمواقف يصعب معها التحمل كما يزعم. والموقف الثاني، بعض الأسر من يقولون للأبناء احذروا الأب في نهار رمضان، ربما يكون له بعض العادات أو تعود على بعض الأمور، فهو في نهار رمضان يكون مفتقدها وبالتالي يكون عصبي. طيب قبل ما اتكلم معاك في هذه النقطة تحديدا، خليني اسألك سؤال يا استاذ وائل. تخيل ابن او بنت شاب كده طالع اتربى في بيت بيقولوا له داخل البيت ابعد عن والدك عشان بيكون عصبي في نهار رمضان، ايه القيمة اللي احنا اعطيناها له؟ الخوف. ده غير الخوف، غير الخوف ان الصيام سبب في انفعال الانسان او في عصبية الانسان. كأننا بنقول لهم الصيام هو بدل ما يؤدي لتهذيب السلوك وتهذيب الأخلاق، لا، الصيام بيؤدي للعصبية وللنفاذة الزائدة. اللي عايز أقوله إن الصيام أبعد من كل هذه الأمور. مش مسألة إنك طبعاً الإنسان لما بيكون جائع أو بيمر وقت الطعام بيبقى الإنسان فعلاً ممكن يصاب بحالة من النرفزه أو من العصبية، لكن الأمر ده ممكن يكون في أول يوم في ثاني يوم، إنما بعد كده بيكون الإنسان اعتاد على هذا الأمر. اسأل أي شخص الآن، هل أنت بتحس بجوع أو بتحس بعطش بنفس الدرجة اللي كنت بتحس بها في أول يوم؟ لا طبعا. يقولك لا بالتأكيد. لا الأمر طبعا. الأمر اختلف. نعم. ففي المسلم الحقيقي اللي هو معتاد دايما أنه يصوم في أيام العام، بالنسبة له رمضان لما بيجي رمضان بيكون فرصة. فرصة أنه هو يبعد نفسه عن الانشغال بأمور من أمور الدنيا، ويكون مركز على أعمال كتير من أعمال الآخرة. يعني طول اليوم لا مشغول بطعام ولا مشغول بشراب، ولا أولاده بيشغلوا لا بطعام ولا بشراب، فبيبدأ يهتم رقم واحد بالعمل، ثم بعد ذلك يهتم بالعبادة وبالطاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى قسم له إن هو يؤديها في نهار رمضان أو في ليل رمضان. جميل. اللي عايز أقوله إن إحنا في رمضان لازم يكون عندنا نوع من أنواع اغتنام الفرص. رمضان مش هيتكرر مرة ثانية إلا في العام القادم، والله أعلم. هل العام القادم هيجي علينا ولا مش هيجي علينا؟ رأى. الله أعلم. المسألة أستاذ وائل مش بكثرة، ويعني اسمح لي، إحنا كتير مثلا بنبعث لبعض رسائل واتصالات ونسأل بعض أنت وصلت الجزء الكام، واللي يقول لك والله أنا الحمد لله اليوم 11 من رمضان بالأمس ختمت ختمة، وإن شاء الله يوم 20 بختم ختمة ثانية، وعلى نهاية رمضان ثالثة. جميل، والناس بتتسابق فعلا، وده شيء رائع وطيب، لكن استفدنا إيه؟ حسنات. حسنات
وبعدين بكل حرف حسنة ولا أقول ألف لام ميم حرف. وماذا بعد ذلك؟ وماذا بعد ذلك؟ درجات في الجنة إن شاء الله. هل تعلم أن الإنسان إذا قرأ القرآن وحتى حفظ القرآن ولم يتخلق ولم يعمل بما جاء في القرآن، القرآن بدل ما يكون حجة شاهد علينا، نعم يكون حجة عليه وشاهد نعم. عليه نعم نعم. المسألة فعلا في حسنات انت حصلتها، بس في عقوبة بتكون أكبر، في عقوبة بتكون أشد، لأنك الآن على علم، لأنك الآن على اطلاع، ما عندكش عذر إنك تقول يا رب أنا ما عرفتش. لذلك يعني اللي أتمناه من كل اللي بيسمعنا أو بيشاهدنا الآن، إنك ما تهتمش بالكم اللي هتقرأه من القرآن الكريم، اهتم بالكيف. لو هتقرأ صفحة واحدة، لو هتقرأ نصف الصفحة، لو هتقرأ آية واحدة بس هتقرأ تفسيرها وتفهم معناها وسبب نزولها وتحاول إنك تطبقها، صدقني ده يكون أفضل لك. ليه؟ لأنك هتبدأ بذلك تتعلم العمل بما جاء في القرآن، ولما تعمل بما جاء تبدأ تتخلق. مظبوط. هنبدأ نفهم مع بعض حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. النبي كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، يعني فتح مكة على فكرة في رمضان. نعم. كان في رمضان 20 رمضان بالضبط. نعم 20 رمضان. لما يجي سعد بن عبادة ويقول اليوم يوم الملحمة، يعني اليوم إن شاء الله سننتصر على قريش وربنا هيذل فيها قريش وننتقم منهم لما فعلوه برسول الله وبأصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتدخل وهو اللي يعلم سعد رضي الله عنه وأرضاه معنى التسامح ومعنى الرحمة، فيقول لا بل اليوم يوم المرحمة. جميل. فهو صلى الله عليه وسلم كان في وقت الشدة وشديد يوم الملحمة فعلا، وهو في نفس الوقت هو نبي المرحمة. يعني نستطيع أن نصفه صلى الله عليه وسلم ونقول هو نبي الملحمة وهو نبي المرحمة. جميل. إذا احتاج الأمر إلى ذلك. لكن الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رؤوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. جميل. وبالنسبة للعالمين فهو رحمة، إنما أنا رحمة المهداة. صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. عايزين نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عايزين نقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول له يا رسول الله إحنا حاولنا إن إحنا نقتدي بك، يا رسول الله إحنا اجتهدنا في أن نكون أمثالك، يا رسول الله اجتهدنا في أن نطبق ما جئت به من عند الله. نعم. يعني أقل شيء حتى الأخلاق، التسامح مع الناس. جميل جميل دكتور. جميل دكتور، نشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك، وعلى هذه النصائح الغالية وهذه القيم الراقية في رمضان، وخاصة في ضبط النفس والتسامح. شكرا جزيلا دكتور حسن، بارك الله فيكم. مشاهدينا في كل مكان نذكر بسؤال الحلقة، من الذي أنزل الله في حقه قوله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى؟ هذا السؤال سنتعرف على إجابته من خلال اتصالاتكم. رقم التليفون مشاهدينا ظاهر أمامكم على الشاشة الآن، من خلال هذا الرقم اتصلوا بينا بعد الفاصل إن شاء الله هنعرف الإجابة السؤال من خلالكم وتفوزوا معنا اليوم 500 درهم نقدا. مشاهدينا في كل مكان فاصل قصير ونعود إليه، فابقوا معنا. مشاهدينا في كل مكان رجعنا لكم، بنكمل حلقتنا النهارده معاكم وبرنامجكم للتسامح وطن، وبنقول النهارده معانا 500 درهم نقدا ورحله عمره مقدمه من حمله الملبي للحج والعمره. وسؤالنا النهارده مشاهدينا في كل مكان سؤال سهل جدا، من الذي انزل الله سبحانه وتعالى في حقه وسيجنبها الاتقى؟ هذه السؤال نقوله مره ثانيه، من الذي انزل الله سبحانه وتعالى في حقه وسيجنبها الاتقى؟ والتواصل معنا مشاهدينا على رقم الهاتف الظاهر أمامكم على الشاشة الآن، تواصلوا معنا وفوزوا معنا اليوم إن شاء الله بجوائز قيمة. معنا كل اللي اشتركوا معنا من أول الأسبوع لليوم أو من آخر سحب للعمرة لحد اليوم بيدخلوا معنا في سحب العمرة، إلا من فاز بجوائز خلال الفترة الماضية. ومعنا الاتصال الأول، أديبة من الشارقة، أهلا ومرحبا يا أديبة، تفضلي. هو سيدنا أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة بن عثمان بن عمر بن كعب التيمي. ما شاء الله، كل المعلومات القيمة دي أنا أعرف إذا كانت صحيحة ولا لا، لكن حابين نتعرف أكثر على ملامح أبو بكر الصديق معانا أخت أديبة. أبو بكر الصديق متى آمن بالنبي؟ هو كان من أول من أسلم من الرجال.
أول من أسلم من الرجال. من الرجال. تعرفي أنه ربما يكون أسلم قبل ما النبي يبعث أصلا؟ من البشارات اللي كان بيسمعها أن ده يكون النبي آخر الزمان، فكان مستعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه لم يتلعثم. كل واحد كتلوه في كبوة وتفكير مع النبي، إنما أبو بكر الصديق انطلق مباشرة مع النبي، آمن به وأسلم لأنه كان مستعد من قبله. نشكرك يا أديبة على المشاركة وعلى الإجابة. شكرا. هنعرف سميرة من أبو ظبي. أهلا ومرحبا يا سميرة، تفضلي. مرحبتين. أهلا بيك. عرفت إجابة السؤال؟ أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تعرفي سر الآية، سبب نزولها، ليه ربنا سبحانه وتعالى نزل الآية دي في أبو بكر الصديق؟ سبب نزول الآية؟ نعم. يعني سبب نزول الآية ليش؟ نعم. لأن أنفق أبو بكر معظم ماله في شراء من أسلم من العبيد ليحررهم من العبودية. رائع. كان منهم مين بقى؟ بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وعامر بن فهيرة. نعم. لما قالوا ان بلال كان له فضل او شيء عند ابو بكر الصديق عفوا فقالوا انه ده جزاء له، فنزل ربنا سبحانه وتعالى وما لاحد عنده من نعمة تجزى، فمش بيجازي حد على هذا العتق، إنما كان عطاء لله سبحانه وتعالى فنزلت فيه الآيات القرآنية. نشكرك يا سميرة على المشاركة معنا، ومكملين معاكم مشاهدينا. وسؤالنا سهل جدا، من الذي أنزل الله سبحانه وتعالى في حقه وسيجنبها الأتقى؟ هنعرف من خلال رقم التليفون الظاهر أمامكم على الشاشة. وبنذكر بالجوائز أيضا، جوائز النهاردة متميزة 500 درهم نقدا ورحلة عمرة من حملة الملبي الحج والعمرة. معانا الجوائز للمشاهدين كلهم، كل الجوائز ستسلم بعد رمضان إن شاء الله بعشرة أيام، تقدروا توصلوا لمبنى التلفزيون تستلموا الجوائز إن شاء الله. معنا اتصال من إبراهيم من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا إبراهيم، تفضل. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله تعالى، حياك الله. مبارك عليكم رمضان. علينا وعليكم يا رب العالمين. كيف أحوالكم في رمضان؟ كيف لله. العشر أيام اللي مضت؟ والله الحمد لله، الله يتقبل منا. آمين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. اجابه السؤال استاذ ابراهيم، تفضل. ان شاء الله ابو بكر الصديق رضي الله عنه. تعرف شيء عن مناقب ابو بكر، عن عطايا ابو بكر، عن انفاق ابو بكر الصديق؟ نعم اكيد، نعم. ان شاء الله نتذكر يوم تنافس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جميل. وكان يروح على بيت المراه العجوز يكنس البيت ويحلب الشام. خلينا في موقف التنافس بينه وبين سيدنا عمر، لما سيدنا عمر كان عنده أموال وبعض السعة في اليوم ده. نعم. فقال نعم. اليوم سأسبق أبو بكر. قال اليوم نعم سأسبق أبو بكر. اليوم أنفق ماله كامل في سبيل الله. نعم. فجاء أبو بكر الصديق وجاء عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سأل سيدنا عمر وقال له ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال لهم أبقيت لهم مثله، يعني جاب نصف ماله وترك نصف المال لأولاده. لما جه الكلام عند أبو بكر الصديق قال له وما تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني جاب كل المال اللي عنده في البيت. نشكرك أستاذ إبراهيم على المشاركة المتميزة معنا وعلى هذه المناقب اللي تحدثت بها عن أبو بكر الصديق، نموذج العطاء والتسامح والمحبة للجميع، لأن العطاء هو في أصله تسامح، العطاء في أصله محبة، العطاء في أصله إسعاد الآخرين، ودي أهم صور التسامح. معنا اتصال من فاطمة من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا فاطمة، تفضلي. أبو بكر الصديق. الإجابة هي أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جملة شهيرة قبل وفاته بأيام، تعرفيها؟ لما نظر إليه الصحابة نظرة يعني لم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة ما النبي كان بيقول إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فقام سيدنا أبو بكر وقال له نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله. نظروا إلى أبو بكر نظرة، فالنبي قال في حقه كلمة عظيمة، تعرفيها؟ بذكرك بالموقف لأنه من أعظم المواقف اللي بتكلم فيه النبي عن أبو بكر الصديق بشكل مباشر. نعم.
قال لهم دعوني وأبو بكر أو خلوا لي صاحبي، فما من أحد منكم كانت له علي يد أي معروف أو عطاء إلا جازيته بها، إلا أبو بكر الصديق فإن له علي يد أي معروف أو عطاء للنبي صلى الله عليه وسلم سيجزيه الله بها، يعني مش هقدر أوفي حقه أبدا في الدنيا. نشكرك يا فاطمة على المشاركة معنا، وبنتكلم عن مناقب ذلك الرجل العظيم الذي ملأ الدنيا محبة وعطاء والتسامح، سيدنا أبو بكر الصديق. ومكملين معكم مشاهدينا، ومعنا اتصال روزينة من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا روزينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر الصديق، علاقة أبو بكر الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقة أصدقاء أم علاقة نسب؟ نسب، لأنه كان زوجه ابنته عائشة رضي الله عنها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نشكرك يا روزينة ما شاء الله. كانت من أحب الناس إليه، وسيدنا كانت أحب النساء لديه، ومن الرجال فقال لهم أبوها أبو بكر. من الذي سأل النبي هذا السؤال الجميل اللي تذكرتيه الآن؟ سيدنا علي عمرو بن العاص. عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص الصحابي الجليل. أيوه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ وكان متخيل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً بيجامل أصحابه ودائماً يعطيهم دفعات معنوية، فكان متخيل أنه يقول أنت، فقال عائشة، فقال لا من الرجال يا رسول الله، فقال أبوها. فنشكرك على تذكرة هذا الموقف لنا، لأنه أيضا من المواقف اللي بتعبر عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدله وإنصافه أيضا للمرأة في المجتمع، لأن النبي يتحدث عن زوجته بهذه البساطة، ونحن نتحرج في الكلام عن الزوجات أو نعطيهن الحقوق. معانا جمعة من دبي. أهلا ومرحبا يا جمعة، تفضل يا جمعة. جمعة أهلا ومرحبا. يا مرحبتين، أهلا بيك. إجابة السؤال هي أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق، متأكد من الإجابة؟ نعم. نشكرك يا جماعة على المشاركة معنا وعلى الإجابة، ومكملين معكم مشاهدينا، وبنذكر بسؤالنا النهاردة، بنقول من الذي أنزل الله سبحانه وتعالى في حقه وسيجنبها الأتقى؟ هذه الآية العظيمة نزلت في حق واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والجوائز متميزة 500 درهم نقدا، ومعانا أيضا رحلة عمرة من حملة الملبي للحج والعمرة، ومعانا اتصال من رقية من دبي. أهلا ومرحبا. نعم. أخت رقية حياك الله. إجابة السؤال هي أكيد أبو بكر الصديق. أكيد. نعم، يعني هذا قولا واحدا ما فيش كلام تاني فيه. ماذا تعرفين عن أبو بكر الصديق؟ أكيد أنفق أبو بكر كل ما معه في سبيل الله يوم الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما توفي أبو بكر رضي الله عنه لم يبقى درهما ولا دينارا. نعم. كان أكيد طول عمره. كم مرة أنفق ماله كله؟ يمكن 3 مرات. نزودهم شوية. 4. 4 مرات بالضبط أنفق ماله كله 4 مرات أبو بكر الصديق في سبيل الله، يعني كل ما عنده من مال سائل ينفق الآن، وليس معناه أن يفتقر تماما، لأنه سيدنا أبو بكر كان تاجر وكان عنده من الأموال الثوابت، فكان يعود إلى التجارة مرة أخرى يجمع مال ثم ينفقه كله في سبيل الله، ثم يعود إلى التجارة يجمع مال وينفقه أيضا مرة تانية. بنشكرك يا رقية على المشاركة معنا وعلى الإجابة. معنا اتصال من ابتهال من العين. اهلا ومرحبا يا ابتهال، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إجابة سؤال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق هاجر مع النبي ولا تاخر شويه؟ هاجر معه طبعا. هاي القصه في بالي، انه لما كانوا اثنين بالغار مع بعض. بالغار مع بعض، لما نظر احدهم. نعم. يعني لما لحقهم المشركين وما ما شافوه، كانوا هم واقفين، كان سيدنا ابو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض، يقول له لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش متذكر. ما بالك باثنين الله ثالثهما. ايوه امنوا، يعني ما بالك باثنين. والقران نزل في ذلك اذ يقول لصاحبه لا تحزن، لا تحزن ان الله معنا. والقران يقول لصاحبه. الصداقه مفهوم جميل، الصداقه مفهوم رائع في المجتمع، وخاصه اذا كان سيدنا ابو بكر، يعني سمي أبو بكر الصديق لأنه كان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما قال شيء صدقت. جميل. أيضا سمي صديقا لذلك، لأنه كان يصدق النبي في كل ما يقول. معنا اتصال. نعم. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة. معنا اتصال من هلا من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا هلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإجابة هي إن شاء الله أبو بكر الصديق.
إن شاء الله أبو بكر الصديق. وأيضا بنسأل السؤال المعتاد، إيه تعرفيه تاني عن أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق اشترى بلالا من أمية بن خلف بردة وعشرة أواق فأعتقه، فأنزل الله تعالى فيه هذه السورة. أمية قال له لو أبيت إلا بدرهم واحد لبعتك إياه. أبو بكر الصديق قال له جملة تانية تعرفيها؟ لا والله. قال له لو أبيت إلا بألف لاشتريتها أيضا. أيوة. نشكرك على المشاركة معنا يا هلا وعلى هذه الإجابة المتميزة. ومعنا آخر اتصال في حلقتنا النهاردة من وليد من الشرقة. حياك الله يا وليد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإجابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق، نشكرك يا وليد على المشاركة وعلى الإجابة معنا وكل اللي اتصلوا بينا النهاردة وأضافوا معلومات قيمة. مشاهدينا فصل قصير، نطلع ونرجع نعرف مين فاز معنا بالجوائز، فابقوا معنا. رجعنا معاكم مشاهدينا، وصلنا لأهم فقرة عندنا النهاردة وهي من فاز معنا بالجائزة 500 درهم نقدا. من سعيد الحظ أو سعيدة الحظ؟ ابتهال حسن من العين. ابتهال من العين، ألف مبروك، 500 درهم نقدا جائزة أولى. والجائزة الثانية عبارة عن رحلة عمرة لكل اللي اشتركوا معنا من أول الأسبوع. معنا سميرة عبد الرحمن بلوشي من أبوظبي، ألف مبروك رحلة العمرة. سميرة ألف مبروك رحلة العمرة. مشاهدينا كنا بنتكلم النهاردة عن أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حد الإيثار، فرمى له حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحبة إلى حوصلة المضاعفة، وغرد في حقه خير ما أنزل من ربه، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. مشاهدينا إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.